مستوى الجمال عالي قوي عندكم، وراح تاخد من السويد يا راجل. البنت هون مو مثل تبع تامر حسني ولا عمر دياب، فتى احلام البنت هون له مواصفات تانية. مواصفات تانية ازاي يعني؟ هون البنت اول ما بتولد هي مرتبطه بالبطل اللي تابع للمقاومه يلي بيستشهد عشان خاطر بلده. يعني افجر نفسي قدامها عشان تحبني ولا ايه؟ لا، لازم تحبها بوطنيه، اصل اللي بيحب عنا بيقولوا عنه تافه. تافه؟ انا الكلمه دي بسمعها كتير قوي اليومين دول. سطر حب، سطر مقاومه، كلمه حب، كلمة وطنية، هتلاقي الأمور مشيت معك مثل العسل. يا حبيبي يا أسطور، يلعن أبو أم الحروب يا أخي. أنا مش عارف الناس الهبلة دي بتحارب ليه، غل ونفسنا وسواد بعيد عني. عارف يا ياسر، أنا نفسي كل البنات اللي في الدنيا يمشوا مع كل الولاد اللي في الدنيا، والحياة كده تبقى مليانة حب وضحك ودلع وحاجة آخر مليطة. فهمني يا ياسر. إيه فاهمك. فين بقى أصحابك البنات؟ إبراهيم العزقلاني شاب مصري ضايع، ولقيت نفسي من ربع ساعة. إيش يا صاحبي، هذا الحكي ما بينفعش فيهم، ما بينفعش غير عندكم بمصر. ليه؟ هي الساعة هنا غير عندكم؟ بتعرفي هالشاب اللي قاعد قدامك اللي مالك عاطي أي أهمية، إيش رح يعمل بإسرائيل؟ لو بتعرفك أنت أخذتيني بالأحضان. تاخدك أنت ليه؟ أنا اللي حعمل. وإيش حتعمل في إسرائيل؟ ده أنا هبهدلهم، بس قولي إن شاء الله. الأخ إبراهيم بطل من أبطال المقاومة. الله يخليك يا أخ ياسر، الله يخليك يا حبيبي. ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده؟ حلو. حلو ايه ونيله ايه؟ انت جايبني عند كبابجي؟ انتوا ما عندكوش هنا مكنه، مكان متطرف، مقطم، اي حاجه من الحاجات الهبله دي؟ ايش مكنه ومتطرف دي؟ دي بلاد بتحارب. طب واللي بيحارب ده برضه مش لازم يقعد قعده هاديه قبل ما ينزل يحارب عشان يبقى عليا وعلى اعدائي؟ ما تيجي نتمشى بالعربيه شويه. يلا. يلا بينا. لا لا، بقول لك ايه؟ هات لنا السوق عشان انا بعمل امريكاني وهيعجبهم قوي. آسف؟ إيش يعني هي آسف؟ وين بيصرفوها هي آسف؟ قل لي. أنا آسف، حقك علي، أنا آسف. هويتك والرصة. تعرف يا أخويا ناجي، اللي بيموت في ده الوطن بنبكي عليه وبنحط صورته عراسنا، وبيضل عايش في الذاكرة زي آخر صورة شفناه فيها. بس أنا ابني طارق ما بكيتش عليه ولا رح أبكي عليه. أصعب إشي يا أخويا ناجي إنه ابنك
ابنك يكبر بعيد عنك ويتغير شكله وما تعرفش عن شكله شيء. ما حاولتش تزوره وتشوفه طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ الزيارات ممنوعة من سنة الـ94 وما فيش ناس تحكي لهم. طب ما كلمتش حد من الحكومة أو من السلطة يخلوك تشوفه؟ ما هم دول برضو مش بيقدروا يدخلوا هناك عندهم؟ ما هم هدول اللي بدهم واسطة عشان يعرفوا يدخلوا يا أخويا ناجي. حكومة؟ حكومة إيش؟ عارف إحنا مصيبتنا إيه يا أبو طارق؟ مصيبتنا إن إحنا بقينا رخاص، وإحنا اللي رخصنا نفسينا. عارف ده لو أسير إسرائيلي كانت إسرائيل قومت الدنيا كلها عشانه. يا جماعة لا تقلبوها غم، طارق جاي. قلبي بيقول لي إنه طارق جاي، وقلبي عمره ما كذب علي. طارق إجاني في المنام، إجاني في المنام يا أستاذ ناجي. الإسرائيليين اللي اعتقلوه ما قدروا يمنعوا إنه يجي علي. قال لي يا عمتي أنا وياك السنة الجاي بدنا نكون على عرفات، بدنا نحج. طارق جاي، طارق جاي. أيوة يا ياسر، وينكم يا ولدي؟ إيش؟ مركز الشرطة؟ وليش حبسوا إبراهيم؟ إبراهيم في الشرطة؟ ليه؟ ماشي، أنا هحكي مع أخوك حامد يجيكم. إيه؟ هسا يجيكم. ما تقلقش يا ناجي بيك، حيروح حامد ويجيبه. الله يخرب بيتك يا ابراهيم. احنا جايين غزة عشان نعاكس بنات يا ابراهيم. بقى انا جامعكم من اخر الدنيا وبقى لي 3 أشهر بدرب فيكم واعلم فيكم، وانت جاي تفضحنا هنا؟ يا باشا عاكس مين؟ ما تظلمنيش، هو انا عارف عاكس في البلد دي؟ طب اقول لك على حاجة، احنا كل البنات اللي كانوا قاعدين معانا من المقاومة. من المقاومة؟ اللي معاها آلي واللي معاها بندقية واللي لابسة حزام ناسف. وانت كنت قاعد معاهم بتعمل ايه؟ بنتكلم في المقاومة. انت بتتكلم في المقاومة؟ انت فاكر احنا فين يا باشا؟ هي البلد دي فيها اي وسيلة ترفيه؟ ده انا حتى ما تخيلتش بتعاصير زي فرغالي نقف نشرب فخفخينة ولا حاجة. ده اخر انذار ليك يا ابراهيم، فاهم؟ حاضر يا باشا.